ثلاثة. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ هانية بخير. شنو كتعاودوا؟ ما تنساوش ديروا السلام عليكم البنات. السلام عليكم الاميمات دياولي، لاباس عليكم؟ هانيين. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين فرحانين ناشطين ماشطين ومعكرين ومسوكين ومقادجي ليا الحالة. شكرا لكم البنات على تعليقاتكم لايكاتكم بارتاجياكم اللي خدتكم عليا فاميلتي، وانا اليوم فرحانة وكنبغي نبارتاجي معاكم اي حاجة. البنات قولوا ليا البنات اش مفرحك على الكاوطه؟ المهم البنات شفت في اخر فيديو قلت لكم ان شاء الله غادي نفرش هكا الصالون، المهم ندير شي حاجة تغييرات، المهم غنفرش شي حاجة غالية البنات وانما على قد الحال، ولكن المهم نحس شي حاجة بتغير. عرفتي الا درتي شي حاجة قليلة، الا شريتي الشباكيت الكوزينه كتحسي ما حتى درتي هكاك بغيت تخصها، لكن انت ربات البيت وجالسه في الدار كتبغي ضروري تغيري من الدوش، تغيري في الدار، تغيري الصالون، مالا جادو تغيري الصالون، تغيري بزاف ديال الحوايج، وداكشي جيت نبارطاجي معكم. وشتو البنات في اخر فيديو قلت لكم هكا غنبدل الصالون، بزاف عطوني اقتراحاتكم، قال لي راه كاين في سوق بولاربح البنات، انا تما ساكنه، راه ساكنه في سيديوس في الجبيلات حدا فين تيكونوا العرايسات، مرحبا بالعرايسات تما، اي وحده جات عروسه تعرض عليا نخرج عندها. المهم البنات غنمشي عند ماما هزه معايا الدراري، غادي نمشي ان شاء الله عرفتي صداعك ما تسمعوش. المهم غنمشي نحط لها الدراري ونمشي نختار على راحتي، بغيت شي حاجه سامبل وشي حاجه زوينه وشي حاجه يعني الالوان اللي خارجين دابا طوندونس في هادشي تاع الصالونات. المهم البنات راني فرحانه وقلت هكا والله العظيم نبدا الفيديو مع المتتبعات ديالي، كي تنشارك معاهم اي حاجه كتعلق بيا بحياتي ووليداتي الزوينه والخايبه، راكم الفاميله كنبارطاجيو معكم كلشي. الله يفرحكم حتى نتوما، اللي باقي ما فرشات الله يسهل عليها، اللي باقي ما كرات او لا باقي ما شرات او لا اي وحده من قلبي والله القسم البنات الا تندعي لكم من قلبي، بنقطه كيحمل الواد، ماشي كلشي كنديروه في دقه واحده، وانما راني غادي معكم مراحل كلشي غنبقى نبارطاجي معكم اي حاجه بدلتها في الدار، اي تغيير في حياتي، اي حاجه كيف ما كانت زوينه ولا خايبه راه كنبارطاجيها معكم، حيتاش كنحسبكم ربي اللي شاهد فاميلتي. عرفتي دابا راه كثيره فيا الهضره، عرفتوا علاش؟ حيتاش فرحانه البنات، الا كنت فرحانه كتكثر فيا الهضره، كنبغي هكا نبارطاجي معكم كلشي. المهم البنات ما تمشيو فين، خليكم معايا تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، ولي باقي ما مشتركه في القناه اشنو كتسيني لالا؟ اشنو كتسيني؟ واخا ديري لينا واحد اللايك وديري لنا واحد هذاك الحمر ردي، هذاك صابوني ردي، تابوني عندنا فلاشين، ان شاء الله غادي تعجبوك، وباقي فيديوهات زوينين وحماسيين وبزاف ديال الحوايج نبارطاجيهم مع بعضياتنا. وبوسه ليكم كبيره وجادو بيبوسكم، يلا جادو دير لهم واحد البوسه. وها نتوما شوفي شوفي هما الغضاب، شوفي يلا شوفي معنا، ها نتوما معنا، ها نتوما معنا، ها نتوما يجي واحد البوسه كبيره معنا، يلا قول لهم ما ينساوش لايك. ويلي 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 قول لهم ديزلايك، احيالي احيالي قول لهم اللايك ماشي ديزلايك، ما ينساوش ياك زاك. اشنو يديروا لايك ولا ديزلايك؟ زاك ياك شوما عليك. المهم البنات ديروا لايك عافاك وما تصدوش لي الهضره، يلا البنات واش نمشيو فين نخليكم؟ وفين غاديين حنا دابا؟ السوق. وفين جينا؟ عند من جينا؟ ميما. وغادي السوق، اش بينا نديروا في السوق؟ لا نبقى انا الصاق. المهم البنات صافي وصلت انا عند ماما، ماما غادي تمشي معايا قالت لي نمشي معاك، المهم عندها شي كليانات تما، خلينا مربه في الدار كتلعب في الطابليت كاينه مع مرات خويا. ايوا صافي وغادي انا وجادو وماما، عرفتي جادو هو اللي ما غاديش يجلس، ما تخليش ما تخليش جاد من وراك عارفه غادي يدير شي كارثه، اللهم انتينا معنا. المهم صافي نسين ماما دابا مشات تجيب الكاسكيطه ديالها، حتى شويه كاينه الشمس ياك جادو؟ كاينه الشمس، يلا دي كاسكيطه ولهم كاسكيطه زوينه شات لك ميمه. اه المهم البنات خليكم معايا نوصل مول التليمطات ونشوف لا كبي خليني نصور، نصور لكم سينو غندور لكم ايش من البلدان يا جنه على حد الشوف، يا ارض كريمه مضيافه وجمالها ناطق بحروف، بلادي يا زين البلدان يا جنه على حد الشوف، بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف، بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها
تشوف أرض كريمة وضيافة وجمالها نادر محروم. الله جيت دابا من السوق انا وماما. المهم بالنسبه للافريشه سميتها افريشه البيجه في سوق بولارباح البنات تاع سي جيس اللي قلت لكم. المهم اللي بغى النمره غنخلي لكم النمره اي حاجه بغيتوها بنات. داكشي كي قلتوا لي داكشي واعر صراحه. داكشي في بولارباح كنت نمشي انا للمحامد ساعة البنات تبارك الله داكشي كاين فين تخير. وماما هذا هي اللي داتني ليه قالت لك الكليان ديالها هي اللي كتفرش عنده. المهم كاع صالونات كتفرشهم عنده داكشي زوين. واخا البنات كاينين اثمنه غاليين المهم كله كيمشي على قدو. انا صراحه مشيت على قدي كاينين هذوك 5000 6000 مع الوليدات الصغار البنات دابا ما نديرهمش يكبروا ولادي حيت الجاد ما كيجي يغضب حدا الطلامط ما كيجي يتخبى في الطلامط. واخا درتهم في واحد اللون صراحه زوين ورويقي. المهم الا تفرجوا بنخليهم لكم مفاجاه كنت بنوريهم لكم اش من نتوب واش من طلامط صافي نخليها لكم مفاجاه حتى تشوفوا التفريشه ديالهم. صافي البنات ماما قلت لها شوفي ما ديرنا لا غدا لا والو حيت مشيت عندها شويه بكري قلت لها ما ديري لا غدا ولا والو يلا نمشي نتغدى فشي بلاصه عرفتي تتملي من الدار. الا جلستي في الدار راه كتبقاي هي الشقه. قلت ماما صافي يلا نمشيو شي بلاصه يلا نخرجوا شي بلاصه نديك شي بلاصه كتبدلي الجو. ها هو جادو اش تكون اش كنا طالي اسلام زيتي مومو خالك يلا زيتي. المهم البنات خليكم معنا فيما مشيت تنبارطاجي معكم خليكم معايا بنا نخرجوا فاش تفرج. بيبي يلا زيد جد يلا زيد بنا خرجوا يلا سير. صافي البنات بالنسبه للغدا مشينا الدجاج المشوي ديال التوفيق واعر البنات. الناس تمراكش اولا اللي كيجيو لمراكش ما كيعرفوش فين يمشيو. المهم حدا بجقني البنات في كيليز كاين واحد تيجي اختصاصي في الشواني وريتو لكم البنات سميتو توفيق. الدجاج عنده صراحه كتاكلي الدجاج فين ما ما كيجيكش هكاك بنين. وحتى لي سباس يعني اللي داير داكشي ديال بحال جلسه فوريكا يعني داكشي بلدي بحال جلسه في برا. المهم صراحه زوين. وحتى الدجاج وباش هي البنات مميز بواحد المايونيز كيديروه واعر واعر البنات يعني تعيي من تصاوب المايونيز ويقولوا لي كاع المقادير باش تصاوبوه ما كيجيش هكاك. البنات حقكم حتى نتوما دابا بتلقاكم هذا حتى تشوفوا في العشيه عشاكم ولا خداكم بصحتكم حتى نتوما غداكم وحنا باقيين كناكلوا البنات. جاج جاد محيح علينا على بتمشي اللعاب بتمشي اللعاب. وما حدنا حنا في كيليز نشوفوا نمشيو هي الكوكب جو حيتاش البنات الا ديتو شي ستاسيون وديتو شي بلاصه واخا كوكب جو ثاني خصك تخلصي خلاص اخر. بالنسبه للخلاص ديال كوكب جو البنات 25 درهم الواحد كتخلصي 25 درهم الواحد كيلعبوا يعني الوقيته حتى يعياو. وكاين البنات في الحارتي الناس اللي ما عارفينش يعني حدا الكلوب ديال التنس قدام اوتيل قدام اوتيل وريزيدونس فينيزيا. صافي البنات وحده اوتيل قدام اوتيل دو سييل راه معروف البنات اسباس يعني لعبوا وليداتك براحتهم ما خفتي عليهم يطيحوا ما عرفتي. ومروه كيعجبها الحال باش جا يلعب معاها واخا جاد راه بلاصتو في جهه يعني قل من 5 سنين ومروه فوق 5 سنين ولكن جات تيقول ليك ما تفرقش مع مروه. صافي لعبوا هكا نشطوا تيبدل الجو الا بغيتي تهني منهم صراحه البنات هي تديرهم هكا في ليسباس. خصوصا البنات عندي جات تبارك الله عليهم مشيت ليا يعني خصك منين تتفيقي وانت زكا جد حيده جد من تما الا ما رديتي ليش البال الله يحفظ البنات يجي ليا شي حاجه شي كارثه ولا شي حاجه حيتاش تبارك الله عليه بسلامته ويحفظه ويخلي ليا مشطوا ليا بزاف يعني تيبي يلعب تيبي يجبد تيبي يكتشف تيدير المهم الكوارث اللي تشوفوا تيجي راك كنعاود لكم غير القليل بيت نعاود لكم الكوارث اللي تيجي ليا قولوها ليا في الكومونتير. ايوا صافي البنات الله يحفظهم ويهديهم لينا يا سيدي ربي راه تنضربوا تماره وكنديروا اي شيء على قبل وليداتنا الله يحفظهم لينا ويحفظ لكم حتى نتوما وليداتكم. صافي البنات جبتهم هاد لي سباس كيلعبوا فيه نخليكم مع شويه الموسيقى ومن بعد نرجع معكم.
تمشت معايا بنت الدراري يلعبوا عرفتي جاجي لبي تهني منه شي شويه يزقع عليك عقلك اللعب راهي تنتغداو اللعب جالسين اللعب. المهم ديتو هنايا الكوكب جو الناس تمراكش عارفين الكوكب جو يعني لاصال خاص باللعب كي صورتو لكم. صافي جيت انا ماما هنايا نتقهوى وقلت لها شوفي اليوم ما ديري لا غدا تسرحي شويه من الكوزينه ماما هضري معاها ما هضرتش معاهم اليوم. السلام عليكم المتتبعات انت وعيد تسمعيش هما ديماش كي السلام عليكم المتتبعات ديال كوثر فلوغ داخل المغرب وخارج المغرب تسلم عليكم وتتمنى لكم الصحه والسلامه الله يحفظكم الله يخلي لكم مماتكم الله يخلي لكم وليداتكم. فوجتي شويه الحمد لله قلت لها تهني اليوم من الكوزينه ما فراسي ما فراسها ما يتعاود بدا السوق بدا العجينه وحطيت هذاك الشيء كلشي. قلت لها يلا معايا التلامط ويلا زيد التلامط قالت لي زيدي قلت لها زيدي ودابا حنا نديو القهيوه الله يرضى عليها الله ينورها امين الله يعطيها رزق يا سيدي ديرها لايك 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 بارطاجو بارطاجو ديروا لي لايك اللي خديكم عليا البنات عرفتي نتسنتي شويه عرفتي الله يجيكم البنات حتى ولي تنفيق بكري بزاف يعني قبل 8 على ود مروه وتيفيق ليا جاد حتى هو تيسمعني فقت وكيفيق من هذيك الوقت البنات وكنبقى فايقه حيد منها داكشي اللي صورت لكم عندي اجو ولا الله يجيكم كيضرني راسي بزاف عرفتي واحد الموسيقى كاينه هنا في لاصال عرفتي لاصال البنات واعره اسباس داكشي رومانتيك. المهم جات نترومانسا ما كاين راجل خدام نترومانسيا لو ماما ما كاين بحال الرومانسيه مع امي متك حتى انت هي شنو الضحك البنات والله. وصافي عرفتي هنايا المركب هذاك الحاجه فين تيلعبوا الكره هو هذا ايوا صافي البنات ناخذ قهيوه نتقهواو وهانتوما معنا. المهم البنات الا شبعت الكرش كتقول راس غني وكتغنيه بالقهوه. المهم البنات خدينا قهيوه ماما كافي كريم ماما بليطه بكافي كريم في ما مشينا شي بلاصه كنقولها خدي ماما كافي كريم خدي كافي كريم حتى ولات مبليه قالت لي بنت تكونيش كاع معايا وخصني نخرج نشرب كافي كريم قالت لي القهويه بليتيني بالقهوه. البنات راه انا كيعجبني الخروج وكيعجبني الدوران بزاف ديال الحوايج حيت الا بقيت جالسه في الدار واخا الدار عندي صغيره كيشطو خصني ضروري نوض نخمل ما تلقايش هذيك المراه اللي جالسه في الدار ومرتاحه ونصيبت انا قهيوه ونجلس ونشربها وندير شي فيلم كي الناس. لا البنات الا جلست في الدار خصني نوض نخمل شي ركنه خصني بان ليا نحك شي معون خصني ضروري ندير الخدمه لراسي داكشي علاش كنفضل انني نخرج ونعطي الراحه لراسي باش ما خرج تنقول الله تهنيت. نتمنى البنات يعجبكم الفيديو ديالي اليوم وما تنساونيش بلايكاتكم بارطاج ديالكم وبالتعاليق وكنموت عليكم عليكم.